محمد. أنا أبدأ أقرأ مجلس لذكرى شهادة أمير المؤمنين أن الليلة ليلة الجرح بحسب مبنى الإمام الخوي قدس الله روحه، وعليه أقرأ الليلة مجلس ونترك الأحياء في البيوت الليلة نحييها، ولكن غدا سوف نحيي هنا إن شاء الله ليلة لمقلدين الإمام السيد السيستاني حفظه الله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام إبراد السواد حين أردى المرتضى سيف المراد. ليلة ما أصبح يا وايت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد. في مثل هذه الليلة، ليلة 19 من شهر رمضان، قتلوا وهو في محرابي طاوي الأحشاء من عن ماء وزادي. عاقر الناقة مع شقوته ليس بالأشقى من الرجل مرادي. فقد عمم بالسيف فتى عم خلق الله طريان بالأيادي، فبكته الإنس والجن معا وطيور الجو مع وحش البوادي، وبكاه الملأ الأعلى دما وغدا يا جبريل بالويل ينادي. تهدمت والله أركان الهدى، تهدمت والله أركان الهدى، حيث لا من منذر فينا وهادي. والله صح يا ماتاه يا المجبلين يا المجبلين الشايلين وياكم منين. هذه زينب شافتهم جايين من الجامع وشايلين لهم جريح. والله يا المجبلين هالشايلين وياكم منين منين، انا اسمع هضول وصياح صوبين صوبين، انا خوف انجتا يا العود يا طيبين
والله لما نسمعها الحسايانا وحسينا صاحة ويا زينب زيد لونين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاول أختصر هذا المصرع الأليم. أمير المؤمنين في مثل يوم 18 وهو في مثل الأسبوع الأخير من حياته الشريفة كما أسلفت سابقا في المحاضرات، كان ينذر الناس ويهدي الناس ويتواصل مع الأمة والمجتمع والرعية، حتى ذات يوم يقول له قنبر رضوان الله عليه، يقول رأيته فجرا خرج إلى المسجد الجامع الأعظم صلى بالناس، ثم جلس في محرابه حتى انفلق عمود الصبح، ثم جلس إلى القضاء والفتية، ثم نظر في أمور الولاة والرعية، يقول ما زال ذلك دأبه حتى جاءت صلاة الظهر فصلى في المسجد، ثم خرج إلى بيته لقى عياله شيئا ما، ثم التقى بالقادة قادة الجند يعبئهم إلى قتال أعداء الله الطغاة في الشام، ثم بدأ الناس يسألونه يدخلون عليه يستفتونه في العلم. ولأن الغرائب أخواني أخواتي كانت تجي استفتاءات حتى من معاوية. معاوية عرضت عليه مسألة إرث الأنثى المشكل، الخنثى المشكل، الخنثى المشكل وهو الجنس الثالث اللي ما يعرفه امرأة أو رجل، لو مات أبوه أو أبوها يعطوه إرث رجل أو امرأة كيف يتصرفوا معاه؟ هاي المسألة صارت بالشام فأشكلت على معاوية، فبعث استفتاء. شلون الآن تبعث أنت للمرجع استفتاء شرعي عندك مسألة ما تعرف حكمها؟ معاوية بكل صفاقة وهو يقاتله ويجند الأجناد لأن يجتثه من جذوره ويهلك دولته العلية، لا يتورع ولا يستحي يروح يبعث له استفتاء شرعي يسأل عنه. أمير المؤمنين عليه السلام يشوفه قال قد حججناه، إذا تعرف العلم عندي والشرعية مني وتأخذ حكم الله من فمي ليش تقاتلني؟ لماذا تستكثر علي ملكي؟ قال قد حججناه ابن النابغة. هو فعلا أمير المؤمنين جاوب الأذن، وكان تعرض أسئلة من الدعاة للإسلام ذول اللي عندهم مشاكل مع الإسلام من ذاك الزمان، فلا يجدون ضالتهم إلا عند علي عليه السلام. وهي القصة من أيام الخليفة الأول، يجون الإسلام تنهنى صار له مجد وبدأت رقعة الإسلام تنتشر، فيجون ذولي يسألون عن الإسلام وعندهم إشكالات وحيثيات، منو كان يقدر يجيبهم الأول أو الثاني؟ وهما القائلان، الثاني يقول كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في حجولهن، هو يصرح، وذاك الأول يصرح فاكهة وأبا ما عرف الأب، لاحظوا. ومن هنا ما لم أفزع إلا هذا الرجل العظيم. فهي كانت ديدنة، كان دائما محاط بالمستفتين والأسئلة، وفي بعض الأحيان كانوا يروحوا له إلى أرضه في ينبع، كان عنده عيون وبساتين في ينبع، وكان شاطر جدا في تفجير العيون، كان يفجر العيون يعني يخرج الآبار ويأسس بساتين ويوقفها على المسلمين ويجعل وقفيتها بيد الحسنين عليهم السلام ليحفظ ماء وجههما. وهذه عيون علي، أموال علي هي اللي حفظت ماء وجه السادة 200 سنة، 200 سنة جفاهم الأمويون والعباسيون. موقوفات علي هي حفظت كرامة أهل البيت والعلويات، بساتين مختصرة كانت تسد رمقهم لأن الزمان قد جفاهم. نعم.
وكان يخطط لهذا البعد صلوات الله عليه أن يحفظ كرامة عياله والحسنين بهذا المعنى. فكان ديدنا هذا يجاوب على الأسئلة ويستفتوه ويقول قنبر إجا الليل راح صلى المغرب وبقى فيه سؤال وجواب إلى أن رجع إلى بيته. قلت له الحمد لله أخيرا أميرني راح يرتاح ويريحنا وياه. يقول صعد إلى بيته يقول نام، يقول شوية نام وأنا قلت خليني أنام أرتاح. يقول وإذا بي ينزل يقول يتكئ على الحائط ويده على ظهره يروح إلى حوض ماء يتوضأ يريد يصلي الليل. قلت له يا أمير المؤمنين بالله عليك ألا ترتاح؟ أنت شو وقت تنام؟ شو وقت ترتاح؟ وتريحنا وياك؟ أنت شو بالليل وبالنهار؟ قال يا قنبر إن نمت نهاري ضيعت رعيتي وإن نمت ليلي ضيعت نفسي. أنا ما أرتاح بالليل بخدمة رعيتي وبالنهار بخدمة ربي. وفعلا هذول رجال الله لا يهنؤون بدنيا وبعيش. فعلا هو أميرني هو هذا ديدنه ودأبه صلاة الله. أسبوع الأخير بعد ما اجتمعت عليه شيعته، لأن هو مثل ما ذكرنا بعد حرب النهروان كان يدعو فلا يجاب. يوم يقولوا له السنة حارة ما نروح للقتال، ويوم يقولوا له السنة باردة ما نذهب للقتال. وبقت هاي السنتين من أصعب سنين عمره، حتى في الرواية كان يعض على يده ويقول أأعصى ويطاع معاوية. هيك زماني صار. ولذلك كان في بعض الأحيان يخرج إلى قبره اللي هو أطراف كوفة صحراء وينظر إلى تربة الغري ويقول واه لك من تربة. وكان ينظر إلى هذا الموقع، واضح أنه يعرف مكان قبره. بهذه السنين الأخيرة بهذه الطريقة حتى اجتمع عليه شيعته وطلبوا منه أن يكتب حياته، يكتب قصة حياته، احكي إشكالات من أول أمرك إلى الآن واشرح للناس ظلامتك. فكتب سلام الله عليه ما جرى عليه من أيام الرسول إلى حرب النهروان، وأمر عبيد الله بن أبي رافع أن يقرأها على الناس في يوم الجمعة. فيصعد هذا كل يوم الجمعة على المنبر في جامع الكوفة يقرأ قصة حياة أمير المؤمنين. في الثلاثة أشهر الأخيرة كان منهك إلى درجة كان ما عنده قدرة أن يصعد المنبر ويخطب على الناس، فكان يكتب خطبته ويلقاها أحد أولاده أو كاتبه، وكان يتكئ على الحسن والحسين ويجلسونه عند الباب الأعظم المسجد الكوفة ويتقرأ خطبته، لأنه كره الناس ومل الناس وملوه وملوا عدلا طبعا. وكان يصعب عليه أن يرد عليه أمره سلام الله عليه. لكن هاي القصة لما كتب حياته وأخذت كم جمعة تقرأ، الناس طبعا أكثرهم كانوا مغفلين، كانوا ينظروا له خليفة رابع وكانوا يفضلون عليه الأول والثاني، وبعضهم كان يرى مشكوك الشرعية باعتبار مجموعة من الخوارج قاموا عليه، وبعضهم كان يساوي مثل عثمان. هذا الكتاب لما شرح حياته للناس تأثرت، صارت حالة واضحة من ظلامة علي عليه السلام. ولذلك يذكر سليم بن قيس الهلالي أنه ترك التقية شيئا ما في أشهره الأخيرة، يقول وكنا سعداء بذلك، أنه شوي قام يفصح عن بعض ما جرى عليه من القوم. فاجتمع عليه شيعته ثلاثة أشهر قبل أن يستشهد، واجتمع له 60,000 أو 65,000 جندي في شهر رجب أو جمادى الثاني في النخيلة، فهي أمره إلى أن يزحف على معاوية، وبعث رسالة إلى معاوية أن موعدي معك صفين بعد رمضان، نلتقي بصفين مرة ثانية. طبعا معاوية
ارتبك واضطرب وما كان عنده جند إلا 40,000 أو 45,000، ولو قيض لعلي أن يزحف على معاوية بعد رمضان لكان فعلا أنهى وضع معاوية، لأن كان متضعضع وكان بعد خسارة صفين ما فاق منها، وقد ملوا أهل الشام، ملوا حرب العراق، وفعلا العراقيين كانوا شرسين وقد أبادوهم في حرب صفين. معاوية في ذاك الزمان عمل ما لم يخطر على بال أحد، حالف حتى الشيطان في سبيل أن يضعف أمر علي، اشترى الذمم، بذل أموال لرؤساء قبائل أهل الكوفة، بحيث هذا الأشعث الكندي، هذا الزنديق الذي قضى عمره في النفاق، هذا بكل صفاقة، مع أنه ولد أمير المؤمنين صهرة الإمام الحسن الزوج بنته، ولكن كان قاسي غليظ القلب، جبل على النفاق. هذا سبحان الله، كل داعية إلى الله، كل مصلح سماوي يبتلي بوجود منافق قريب من عنده. هذه ديدا رجال الله. الآن لا يوجد داعية إلى الله، مصلح رسالي، صاحب مبدأ مشروع سماوي، إلا ويتعرقل بوجود منافق. لا يوجد أي استثناء. عجيب غريب. أمير المؤمنين كان مبتلي بهذا الملعون الذي ما بقى بعد علي بن أبي طالب إلا 40 يوم وهلك وراح إلى جهنم. هذا بنى منارة في بيته، منارة، شايف المأذنة في بيته ابن الأشعث، وكانت جوار المسجد، كان يصعد عليها، وأمير المؤمنين لما يخطب كان يقول له: يا علي، لماذا تكذب على الناس؟ اتق الله ولا تكذب على الناس، بهالصراحة، بهالصفاقة. ولذلك بكل وقاحة بعض الشيعة أمير المؤمنين كان يقولوا له: ألا نقتله؟ قال: لا، هو سب، خلص هاي لا تهدم مأذنته. قال: لا، هو بانيها ببيته. وذاك يعرف أن علي ما يحيد عن موازين الشرع والدين، بانيها ببيته مأذنة، يصعد عليها يسب علي بن أبي طالب بكل وقاحة. بهذا الجو، بهذا الشحن، أمير المؤمنين عليه السلام يجتمع عليه شيعته من أذربيجان، من إيران، من الحجاز، من البحرين الكبرى، ومن العراق، فاجتمع له 65,000، وهذا رقم مهم بعد مطحنة صفين، لأن صفين كانت فعلا مجزرة للصحابة، أكثر البدريين سحقوا في صفين، 70 بدري كان مع علي بن أبي طالب، ولا يوجد بدري واحد من أهل بدر مع معاوية، باستثناء النعمان بن بشير الأنصاري اللي عملوه صحابي، مع أنه عمره 8 سنين يوم مات النبي صلى الله عليه وآله، ها؟ هذا الوحيد اللي كان مع معاوية، وأكثرهم ختايرة يعني كبار بالسن، فأبيدوا في صفين، قضى. هذه مجزرة كبرى حصلت لهم. إذن اجتمع هذا العدد وهيأ نفسه. أسبوع قبل شهادته ينقل ابنه بيرة المخزومي ابن أخته، يقول: جاء إلى السوق وقد دانت صدره، لحيته صدره، كانت شيبته المقدسة بيضاء كالثلج لا يغير شيبه، كأنه ينتظر أن تخضب بدم سلام الله عليه، ويقول: ما رأيت أعرض من لحية علي، كانت تملي صدره، يعني عريضة، كانت لحيته كبيرة عريضة وشيبته سلام الله عليه بيضاء. يقول: وقف في السوق فجئت له بحجر، عرفته يخطب للناس يتكلم، يقول: فجبت له حجر، وقف على الحجر، صعد على الحجر ومسك شيبته وقال: أيها الناس، إني عازم أن أزحف على هذا الطاغية بعد شهر رمضان، فأجمعوا أمركم رحمكم الله. فضج الناس، تهيئوا، ثم صاح: أين ابن التيهان؟ أبو هيثم بن التيهان صديق عمره أنصاري استشهد في صفين. أين عمار؟ أين حذيفة؟ أين سلمان؟ وأخذ يحن لأصحابه، ثم قال: ما ضر أخواننا الذين قضوا في صفين، وبكى سلام الله عليه. كان يحن إلى شهداء صفين، إلى الذين قضى معهم عمرا. واضح كان يسلي الأمة على
فراقه عليه السلام حتى جاء اليوم المشؤوم. طبعا قبلها في 3 أشهر دخل إلى الكوفة ابن ملجم. ابن ملجم كان جندي في مصر في سجل في سجلات جنود مصر، وذاك الوقت مصر كانت ساقطة بيد عمرو بن العاص اللي هو تبع معاوية، فمصر كانت مصر رايحة من أمير المؤمنين، اليمن ساقطة بيد معاوية، ومصر ومكة مضطرب أمرها، ساعة يأخذها قثم بن عباس لعلي وساعة يأخذها بسر بن أرطى. واضح أن دولته متزعزعة إلا العراق وما وراء العراق، يعني إيران إلى بلاد ما وراء النهر، ولكن مصر وأفريقيا كلها سقطت بيد معاوية، كذلك اليمن باستثناء مكة والمدينة، ومضطربين خايفين بهذا الوضع كان. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الحيثية يدخل هذا الملعون. هذا كان جندي في مصر في سجلات عمرو بن العاص، اجى إلى الكوفة 2 شهر قبل رمضان، ونزل في بيت الأشعث بن قيس الكندي رأس النفاق، التقى بوكيل لابن العاص. عمرو بن العاص عنده وكيل مالي في الكوفة، أعانه ب100,000 درهم، أعطاه 100,000 درهم. طيب ليش يعطي لابن ملجم؟ إذن هناك تخطيط، هناك تخطيط لاغتيال أمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك نحن لا نبرئ ابن العاص ومن ورائه معاوية من دم علي بن أبي طالب، وليست المسألة لعيون هاي المرأة الكوفية قطار. نعم هي عامل مشجع. ابن المرادي ابن ملجم في قريب 2 شهر تردد في قتل علي، فبعث له الأشعث، قال ليش أنت متردد؟ قال أكشف العبارة، أخشى أن أكون أشقاها. هو سامع يقتله أشقى الأولين والآخر، أنا أخشى أن أكون أشقاها. ولذلك دخل نظام الترهيب والترغيب على هذا الشقي، فعلا غلبته شقوته. وليلة المشؤومة في ليلة 19، هذا كان معتكف في الجامع، طيب ذول يصلون يقرأ القرآن، يقولون بعد ما قتل أمير المؤمنين رادوا يقتل عبد الله ابن جعفر الطيار، طلب من الإمام الحسن يعطوا له ابن ملجم، فأراد أن يقطع لسانه، قال لا يا ابن أخي ترك لساني أذكر الله به، أذكر الله به، أعمل بي شو ما تريد بس لساني خليني أذكر الله به. وحريص على ذكر الله، وهو يقتل الذكر، يقتل قرآن الله الناطق. وهذه حقيقة من أصعب المآسي، أن واحد يقدم على هيك جريمة باسم الله، باسم الله يقتل ولي الله. ولذلك هذا اللعين في تلك الليلة كان في المسجد، والتقى في هاي المرأة وهيأ نفسه وبسيفه في ذلك اليوم المشؤوم. أمير المؤمنين كان في عادته في رمضان الأخير يفطر يوما عند الحسن ويوما عند الحسين ويوما عند ابن جعفر، يعني عبد الله بن جعفر زوج زينب، يعني عند بنت زينب. في ذيك الليلة كان فاطر عند زينب عليها السلام الملقبة بأم كلثوم. تقول قدمت له طعام من لبن وخبز وملح، يقول فنظر لي وقال بنية أتريدين أن يطول مقام أبيك عند الله تقدمين له 3 ألوان في طبق واحد، 3 أطعمة لعلي؟ فساوي شو مقدمت لك سلام الله عليك؟ قال لا ارفعي أحدهم، لا ارفعي أحدهم، لا أنا ما أقبل 3 ألوان، 3 جفان أو ألوان. هذا علي حقيقة. الإنسان ممكن يتنازل عن كثير أشياء، لكن أكو قضايا صعب يجامل بها، سبي في بيتك في بيت بنتك وقدمت لك شيء شنو المانع يعني؟ ولكن علي صاحب ضمير، ولعل في اليمامة والحجاز من لا عهد له بالشبع أو الخبز، وهذا اللي حصل.
وقال بعدا لمن أدخله بطنه النار، كان يردد هذا الكلام. ثم دخل داره ونام هنيئة، ثم خرج وهو يقول هي هي والله ما كذبت ولا كذبت. فقال له الحسن بني يا أبا خيرا أراك مضطرب؟ قال بني نمت ورأيت جدك رسول الله الليلة وهو وقلت له يا رسول الله ما رأيت من أمتك، أنا شفت من مصايب من أمتك، فشكوت له. فقال يا علي ادعو الله عليه. طيب أنت ما مرتاح منه، ادعو الله عليه. قلت اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا مني، وما أراني إلا لاحق به يا بني. المهم هاي المحاورة اللي صارت بينه وبين ولده وحافظ سره وأمينه سلام الله عليه المجتبى، كان عنده في خصوصية في نفس علي عليه السلام. فلما جاءه مؤذنه اجى يهيئ الى الصلاة، وكان علي عليه السلام هو الذي يصلي في الأمة في الناس، وبعد ما اجى خليفة يصلي بالناس يعني إمام الجماعة في المسجد الكوفة هو نفس الخليفة، لكن بعد علي انتهت هاي القضية، قام الخليفة يخلي له مسؤول على الصلاة ما يتدخل بهالموضوع، لكن عليا كان هو إمام المسجد، هو اللي هو كان يصلي بالأمة. وحيث أخبره المؤذن فقام عليه السلام إلى الصلاة. يقولون لبس ثيابه ونزل إلى صحن الدار، وكان في الدار وز أو بط أهدي للحسن عليه السلام. فلما رأينه الطيور صحن في وجهه ورفراف قطعا عن الطريق، يقول نظر إليهن وقال صوائح تتبعها نوائح، والأمر ينزل من السماء. فنحوهن عنه واخروهن عن طريقه. اجى إلى الباب يفتحه، أراد أن يفتح الباب فتعلق مئزره بالباب، كان لابس مئزر صحيح أمير المؤمنين، كان ثيابه بسيطة ولكن كان أنيق، كان جميل، كان نظيف الثياب، كان طاهر الملبس، كان معطرا. لاحظ ليش ما تتفهموه أو بعضهم يوحوه إليك أن أهل رجال الله لازم يكونوا مثلا بحيثية يرثى لها، لا موجي، هو يعرف حيثيته ويعرف مكانته وزعامته في الأمة، بالتالي كان يلبس لباس الوقار والهيبة لا شك ولا ريب. فأراد أن يفتح الباب فتعلق بمئزره فانحلت منطقته، إن كان يتعمى بعمامتين يعني عمى على رأسه وعمى يجدد حزامة ومنطقة على بطنه الشريفة، فانحلت منطقته. فقال اجدد حيازيمك للموت إن الموت لاقيك. أخذ يعرف وين رايح، ولا تجزع من الموت إذا ما حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. ففتح الباب وخرج إلى المسجد الجامع، فجاءت زينب إلى الحسن قالت أخي أرى أباك مضطرب الليلة فالحق به. فلحق به وقال يا أبا ارجع إلى الدار لا تصلي الليلة واترك ابن هبيرة يصلي بالناس. قال هيهات يا بني وأقسمت عليك إلا رجعت، أنت ارجع. قال اتركني أذهب معك. قال ارجع واتركني أذهب. فرجع الحسن ودخل إلى المسجد، نعم رأى الناس مشغولون بصلاتهم، فدخل إلى المحراب أول أذن، وكان صوته نعم شجي وعظيم وجهوري، فأذن سلام الله عليه، ثم أمر الناس بالتهيؤ إلى الصلاة، ودخل إلى محرابه وشرع في نافلة الصبح. والظاهر الاغتيال حصل في النافلة وليست في الصلاة، لأن النافلة الناس تتصلي بعد وقاعد تتهيئ إلى صلاة الجماعة،
ولذلك بعد المسجد خالي وهو في المحراب. فهو الملعين استغل الفرصة أن الإمام في الصلاة في النافلة على الأكثر وليست في الصلاة الفريضة. وبهذا الحال صلى سلام الله عليه في الركعة الأولى ركع سجد، فلما أراد أن يرفع رأسه أيها المؤمنون من السجدة الثانية في الركعة الأولى وإذا باللعين يأتي إليه من خلفه رافعا سيفه وهو يقول: لا حكم إلا لله، الحكم لله لا لك يا علي يا مؤمنين. وإذا به يضرب مولانا أمير المؤمنين على رأسه فضربه بالسيف فخر مناديا: فزت ورب الكعبة. ثم قال: دونكم الرجل. فسقط الإمام وإذا بهم يسمعون قائلا يقول: تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء، وهبت ريح عاصفة اصطكت لها أبواب الجامع، وهرع الناس لهذا الصوت العظيم إلى مسجد الكوفة. يقول أحدهم: دخلت إلى الجامع فرأيت ابن ملجم مهرولا وبيده السيف مشهورا، قلت له: ويلك، ما الخبر؟ قال: لا أعلم. قلت: سمعت أن عليا قتل. أنا سمعت أمير المؤمنين قتل. قال: لا أعلم. قلت: ويلك، لعلك أن أنت الذي قتلته. فأراد اللعين أن يقول لا فقال نعم، الله سبحانه وتعالى ورطه وقال فقال نعم، فضربه على رجله فسقط وصاحب الناس فاجتمعوا عليه ومسكوه، قبضوا على هذا اللعين وجاءوا به إلى أمير المؤمنين وهو في محراب. ولما حصل النداء خرج الحسنان إلى المسجد، والناس كلها تجي إلى الجامع. خرج الحسنان إلى المسجد وإذا بهم يرون أمير المؤمنين وهو جالس في المحراب والناس يريدون أن يقوموه وهو لا يستطيع النهوض. بالمحراب ويلي طاح أبو حسين، أبو حسين ودم الراس يتفايض على العين، يا مطاحب الحسن يا مجروح، اي والله فاثار صياح في العريش بالنوح، طبر يا شلون طبر تشعب الروح، والله تشوف يا السم والدم لوني. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله نكمل هذه المأساة غدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل، اللهم بحق هذا العظيم أمير المؤمنين الذي جعلته معيارا للحق والباطل يا رب العالمين، اللهم ارزقنا زيارته وارزقنا شفاعته وشفاعة ابن عمه وسيده وسيدنا ومولانا رسول الله. اللهم لا تباعد بيننا وبين علي وآل علي ومن قبله بين محمد وآل محمد، إنك سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.